كيف تتعامل مع خطأ الطفل؟ حقيقة إنسانية تعلمناها من ديننا الإسلامي، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حقيقة إنسانية، من الخطأ يتعلم الإنسان. هذه مفاهيم أساسية ومبادئ أساسية في التعامل البشري والتعامل الإنساني. فهل وعينا واستفدنا منها وتعلمنا الدروس؟ عندما يخطئ الطفل كيف تعاملنا معه؟ عندما يخطئ الطفل للأسف الشديد يجد أما تصرخ وأبا يهدد، ويجد عواقب وخيمة، وأحيانا يجد ضربا وعقابا. في المدرسة إذا أخطأ الطفل قد يجد مدرسا يهدده بالرسوب أو بالتنقيط أو بمسائل أخرى. هذا الذي يجعل من الطفل إنسانا يخاف، تسحب منه الثقة بالنفس، يخاف من المبادرة، يخاف من العطاء، يخاف من الإبداع، فيصبح إنسانا غير واثق من نفسه، ويصبح إنسانا أحيانا انطوائيا بسبب التعامل السلبي مع خطأ الأطفال. من الخطأ يتعلم الإنسان، كيف نتعامل مع خطأ الطفل؟ أولا، إذا كان ابنك لا يعرف القراءة مطلوب أن تعلمه القراءة، إذا كان لا يعرف الكتابة علمه الكتابة، إذا كان لا يعرف جدول الضرب علمه جدول الضرب، إذا كان لا يعرف التصرف علمه كيف يتصرف دون أن تتهمه، ولا تقول أخبرته. إن جدول الضرب أحيانا يقتضي 3 سنوات حتى يحفظه الطفل، فهل تريد إذا أخطأ الطفل ونبهته أن يلتزم؟ لا، اصطبر على تعليمه مرة تلو الأخرى. أشياء أساسية ينبغي التعامل من خلالها كمهارات مع خطأ الطفل. أولا، افصل بين الطفل وبين خطأه. ابنك ليس هو خطأك، لا تقل له أخطأت أنت ولد سيء، أخطأت أنت غبي، أخطأت أنت مزعج، أخطأت أنت مصيبة. أبدا، أنت ابن حبيبي وهذا السلوك ينبغي ألا تعيده. أنا ما عندي مشكل معك، أنت حبيبي، ولكن مشكلتي هذا السلوك يزعجني. فأفصل ابنك عن خطأه. 2، علمه مرة ومرتين وثلاثة. 3، عندما يخطئ ابنك ابتسم حتى لا تسحب الثقة من نفسه، ابتسم ثم اقترب منه وعلمه المعايير. وعندما تطلب منه شيء صوابا يفعله، علمه لماذا عليه أن يفعل هذا الشيء ولماذا عليه أن لا يفعل هذا الخطأ، فيتعلم الولد قمة أو مجموعة من المهارات والمبادئ والقيم التي تتشكل لديه كإنسان في عقله اللاواعي، من خلالها يتعلم الحسنى والأدب والصواب والخطأ.